بتحكي معنا بروسيا، وألف مبروك إطلاق فيلم الهيبة. كيف عن تجربتك في فيلم الهيبة، وهل اشتاقت فايدة من أواصي للسينما؟ أي طبعاً، لأنه السينما إلا سحر خاص، رغم أنه بتاريخي في 30 فيلم بس بحب يصيروا 31 عادي. بتفضلي السينما أكثر من الدراما؟ لا، بحب الكل بس أكثر شيء المسرح طبعاً. شو الاختلاف الأكبر للممثل بين السينما والدراما برأيك؟ بيكون التعبير جواني أكثر بالسينما. طبعاً. فيك توصفي لنا علاقتك بفريق العمل والممثلين بعد أجزاء الهيبة جميعاً؟ حب. شو أعمال سيدة منى واصف المقبلة وشو عم بتحضر اليوم؟ لا هلا بكير لسه، طالما هلا بلشنا بإطلاق فيلم الهيبة على القليلة، أنا هلا أمجب هلا يخلص إطلاق الفيلم ببعض الدول مثل ما الاتفاق. هل ممكن نشوف السيدة منى في موسم رمضان المقبل؟ والله ما، لسه بعالم الغيب شوي. شكرا كثير. عفوا، أهلين يا عمي.